تعالى: باب اسم الله الأعظم. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران. ثم قال: اسم الله الأعظم، يعني أنه ورد بعض الأحاديث أن اسم الله الأعظم الذي يعني يجيب إذا سئل به، وذكر أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني هذا الحديث فيه أن اسم الله الأعظم هو في هاتين الآيتين: الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول سورة آل عمران. والحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما من حيث الرواية. قال: حدثنا أبو بكر عن عيسى بن يونس، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن أبي زياد وهو ليس بالقوي، قال أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الرسالة والأوهام، البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أسماء بنت يزيد أخرج لها البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء عن القاسم أنه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. أقرأ السؤال الثاني. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: ذكرت ذلك لعيسى بن موسى فحدثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر هذا الحديث وأن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في سورة البقرة وآل عمران وطه. والمقصود من ذلك أن في أول في البقرة في أول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. وفي سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. يعني أن المقصود به هذين الاسمين اللذين هما الحي والقيوم. وهذا الإسناد من الطريق الأول مرسل ومن الطريق الثاني متصل، ولكنه يعني لا يخلو من بعض. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو ملقب دحيم، ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن أبي سلمة وهو صدوق له أوهام وله أصحاب الكتب، عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغلب كثيرا أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن عمرو بن أبي سلمة قال: ذكرت ذلك لعيسى بن موسى هو صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه، عن غيلان بن أنس وهو مقبول أخرج البخاري في رفع اليدين وأبو داود وابن ماجه، عن القاسم عن أبي أمامة أبوهم أنا صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول أنه سمعه من عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة، عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك
لأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل باسمه بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به إذا سئل به أعطى إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب. وهذا يعني معناه أنه في سورة الإخلاص، يعني بسم الله الأعظم في سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن الله أحد يعني المتفرد في الكمال والجلال والمتفرد في الربوبية والعبودية سبحانه وتعالى، والصمد الذي هو غني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، الذي هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه منزه عن الأصول والفروع والنظراء، منزه عن الأصول والفروع والنظراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل هذا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به إذا دعي به إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث هو الذي صح وليس فيه فيه كلام من حيث الصحة. والحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 224 14 قولا في المراد باسم الله بالاسم الأعظم، ولما ذكر هذا القول قال إن هذا هو أصح ما ورد من حيث الإسناد، وأن هذا هو الذي ثبت وأنه أصح ما جاء في تعيين الاسم الأعظم، هو هذا الحديث الذي عن بريدة ابن حصين. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مالك بن مغول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. قال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي خزيمة هو صدوق ابن ماجه. نعم. عن أنس بن سيرين وثقة أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. قالت: وقال ذات يوم: يا عائشة، هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فعلمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنحيت وجلست ساعة، ثم قمت فقبلت رأسه، ثم قلت: يا رسول الله، علمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئا من الدنيا. قالت: فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قال إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه أنها يعني سألت الله عز وجل بهذه الأسماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه فيها، يعني أنه في هذه الأسماء التي دعوت بها، ولم يعين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة التي دعت بها. ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه أبو شيبة الذي في الإسناد وهو مجهول فهو غير صحيح. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه عن محمد بن سلمة وهو الحراني وهو ثقة نعم وهذا البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن الفزاري وهو ضعيف محمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي شيبة وهو مجهول وهذا الترمذي بن ماجه عن عبد الله بن عكيم الجهني وهو قال مخضرا أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب أسماء الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ثم ذكر باب أسماء الله. وأسماء الله عز وجل كثيرة ومنها 99 اسما التي جاءت في هذا الحديث، وليست الأسماء محصورة في هذا العدد بل هي تزيد على ذلك وتأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة أسماء الله الحسنى إنما تكون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء والصفات إنما تؤخذ من الكتاب والسنة لأن هذا من الغيب الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، والوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضاف إلى الله عز وجل شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ويقال إن هذا من أسماء الله وإن هذا من صفات الله إلا إذا جاء دليل يدل عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود الحصر فيها وإنما بيان أن من أسماء الله عز وجل هذا العدد، وأن من أحصاه وحفظه وتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء فإنه يكون من أهل الجنة، وأن ذلك يؤدي به إلى الجنة. وقوله في هذا الحديث يعني مما يدل على أنه لا يفيد الحصر أن هذا مثل ما لو قال إنسان إن عندي 1000 ريال أعددتها لوجه من وجوه الخير معين، فإن هذا لا يعني أنه ليس عنده إلا هذا العدد، بل هذا خصه بهذه الجهة، وهنا خص هذه الأشياء بالإحصاء والعدد، بالإحصاء والعدد، أن من حفظها وأحصاها وعمل بمقتضاها، يعني لأن فسر الإحصاء بأن يحفظها وأن يعني يتأمل معانيها وأن يتعبد الله تعالى بها وأن يسأله بها، فهذا هو المقصود. وليس المقصود أن أسماء الله، لأنه لم يقل إن أسماء الله 99، وإنما قال لله 99 من أحصاها دخل الجنة، ومعنى ذلك أن هناك يعني أسماء أخرى غير هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء 99 من شأنها أن من أحصاها وحفظها وتعبد الله تعالى بها فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. إن لله 99 اسما. ولهذا العلماء اجتهدوا في عد هذه الأسماء ومعرفتها ومعرفة الاستدلال عليها، واختلفت يعني عدهم، فإنهم يتفقون في أكثرها ويختلفون في بعضها، وما كان ثابتا عند هذا وعند هذا وزاد على 100 فإنه داخل تحت ما هو معلوم من الناس أن الله كثيرة وأنها ليست محصورة بهذا العدد، ولكن بعض العلماء يحصي عدد
ويتفقون في أسماء وغيره والغير وبعضهم يذكر عددا ويحصل اختلاف في بعضها وما كان ثابتا بالكتاب أو السنة في قول هذا أو قول هذا فإن كل ذلك معتبر وإن زاد على 100 لكنهم يجتهدون على بيان هذا العدد وعلى الإتيان بأسماء توافق هذا العدد وتتفق مع هذا العدد. إن لله 99 اسما من بعض الروايات 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو وهو صديق أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثقة أبو سلمة ثقة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال زهير فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. ثم ذكر على الحديث عن أبي هريرة ومثل الحديث الأول إلا أن فيه زيادة عد الأسماء وزيادة عد الأسماء جاءت عند ابن ماجه في هذا الإسناد في هذا الحديث وجاءت أيضا عند الترمذي يعني من طريق أخرى وتختلف في الأسماء وفي بعض الأسماء وتتفق في أكثرها لكن المعروف عند العلماء أن الذي ثبت إنما هو أول الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم وغيرهما إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وأما يعني سرد الأسماء فإنه لم يصح ولم يثبت فمن العلماء من قال أن في بعض أسانيه من هو ضعيف وفي بعضها من قالوا أنه مدرج ولم يثبت فيها من حيث العدد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف وذكر في الأسماء فيه عبد الملك الصنعاني وهو لين الحديث فهو غير صحيح وإنما الصحيح هو أوله الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما. قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عبد الملك بن محمد الصنعاني ولين الحديث أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي المنذر زهير بن محمد التميمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن موسى بن عقبة وثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن الأعرج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر دعوة باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، يعني أن دعوة الوالد لولده مستجابة ودعوة المظلوم على ظالمه مستجابة. وقد أورد هذا الحديث المشتمل على 3 أشياء وهي دعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة المسافر. قال في مثله قال 3 دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: نعم، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. نعم، يعني هذه 3 دعوات مستجابات: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم على ظالمه. وقد جاء في حديث قصة معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن حيث قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هذا بين الله حجاب. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، لأن أبا جعفر منهم من قال إنه محمد الباقر محمد بن علي الباقر، وهو يعني على هذا يكون منقطعا، وقيل غيره، وفيه كلام يعني متكلم فيه. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن بكر السهمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي جعفر وهو المؤذن مطبول أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليل وابن ماجه، عن أبي هريرة. وقيل أنه محمد بن علي بن حسين، ولكنه يكون منقطعا، يعني يكون منقطعا لأنه لم لأن من هو الصحابي؟ أبو هريرة. أبو هريرة ليس له رواية عن أبي هريرة. الشيخ حسنة يرى أنه الباقر. نعم، الشيخ الألباني أظن يرى أنه الباقر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتنا حبابة ابنة عجلان عن أمها أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. ثم ذكر هذا الحديث: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب، يعني أنه مستجاب. وما أدري المقصود بالحجاب، هل المقصود أنه يعني إلى 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 الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد جاء في حديث معاذ الذي أشرت إليه أنه ليس بينها وبين الله بين الله الحجاب. والحديث فيه 3 من النساء كلهن مجهولات، في إسناده 4 نساء صحابية و3 نساء، وكل من الثلاث التي دون الصحابية مجهولات، فالحديث غير صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة، عن أبي سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حبابة ابنة عجلان وهي لا يعرف حالها وجاب ابن ماجه. نعم، وكذلك التي فوقها كل الأربع انفرج بالإخراج لهن ابن ماجه: حبابة والتي بعدها، أمها أم حفص، أمها أم حفص وهي أيضا لا تعرف أخرجها ابن ماجه، وصفية كذلك لا تعرف أخرجها ابن ماجه، وأم حكيم أخرج لها ابن ماجه، وليس لها عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، ليس لها رواية في الكتب الستة وفي الكتب الخمسة الأخرى، وإنما هي عند ابن ماجه في هذا الإسناد فقط. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاعتداء في الدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا سعيد بن الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول:
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ثم ذكر الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء بأن يسأل شيئا ليس له أن يسأله، أو يسأل منزلة لا يستحقها، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. ثم أرد هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه، سمع مين؟ ابنه يقول، نعم، يقول: من يسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، يعني أنه قصر أبيض في يمين الجنة، يعني في الجهة اليمنى منها. فالرسول فنهاه وقال: يعني اسأل الجنة، اسأل الله الجنة وعد به من النار، ويكفي هذا، ولا يسأله يعني قصر أبيض يعني ويحدد شيء، أو يسأله منزلة لا يستحقها، لأن يكون يسأله أن يكون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله من الاعتداء في الدعاء. وإنما يسأل إنسان الجنة ويعوذ به من النار، وإذا دخل الجنة رأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأقل أهل الجنة يرى أنه ليس هناك أحد أحسن منه، يعني لما فيها من النعيم العظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس الكسوف، وكانت عناقيد العين متدلية، فأخذ أراد أن يأخذ منها عنقودا ثم ترك، قال: لا أخذت منه لا أكلتم ما بقي في الدنيا، لا أخذت منه لا أكلتم ما بقي في الدنيا. فنعيم الجنة إذا حصله الإنسان وظفر بدخول الجنة فإنه يحصل الخير الكثير، ويرى أنه ليس هناك أحد أحسن منه، مثل ما مثل أسهل أهل النار عذاب وأخف أهل النار عذاب، يرى أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه. قد جاء في الحديث أن أبا طالب هو أخف أهل النار عذابا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يخفف عنه العذاب، ومع ذلك جاء في الحديث أنه في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يعني النعلان في أسفله ومن شدة حرارتهما يغلي دماغه الذي هو أعلى شيء فيه، يغلي دماغه يعني من الحرارة وهو أعلى شيء فيه، ويعني ومع ذلك هو أخف أهل النار عذاب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن سعيد عن سعيد الجريري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي نعامة وهو ثقة أخرج البخاري القراءة وأصحاب السنن، نعم، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الدعاء. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن جابر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، أو قال: خائبتين. ثم ذكر قال: باب رفع اليدين في الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء، يعني أن الدعاء يستحب فيه رفع اليدين، والدعاء له رفع اليدين في الدعاء لها ثلاث حالات: حالات ترفع فيها الأيدي لأنه ورد ما يدل على رفعها، وحالات لا ترفع لأنه لم يرد شيء يدل على رفعها، وحالات مطلقة للإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع، للإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع. فمما ترفع فيه الأيدي ما جاءت به السنة، مثل الرفع بعرفة، رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والذي لم ترد فيه الأيدي رفع الأيدي مثل بعد الصلاة، بعد الصلوات المفروضة، لأنه لم يأتي ما يدل على رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، ولم يؤثر عنه أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة. وكذلك في خطبة الجمعة ليس الإنسان أن يرفع يديه إلا إذا استسقى، فإنه يرفع يديه في الاستسقاء إذا استسقى في خطبة الجمعة. فهذه
يعني مواضع يعني لا ترفع فيها الأيدي، فالذي جاء فيه رفع الأيدي ترفع فيه، والذي جاء فيه عدم الرفع لا ترفع فيه، والذي هذا الحديث الذي يدل على يعني استحباب الرفع، وأن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا أو خاليتين، يعني صفرا يعني هو بمعنى خاليتين، بمعنى أنه لا يحصل استجابة وأنه لا يستجاب له. الله تعالى يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهم إليه صفرا أي خاليتين، وهذا يدل على استحباب رفع الدعاء وأن ذلك مستحب. والذي ورد فيه يؤتى به لوروده، والذي ورد ما يدل على الرفع لا يرفع لوجود المانع، والذي سكت عنه فللإنسان أن يرفع، وإن رفع فإنه يدخل تحت هذا الحديث الذي قال إن الله يستحي، إن الله حيي يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما خائبتين. إن ربكم حيي كريم. حيي هذا من أسماء الله، إنه حيي وأنه كريم. يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، هو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه، عن ابن أبي عدي وهو ثقة أصحاب الكتب، عن جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطئ وهو البخاري في القراءة وأصحاب السنن، عن أبي عثمان النهدي ثقة أصحاب الكتب، عن سلمان رضي الله عنه صدوق أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادع الله ببطون كفيك ولا تدع الله بظهورهما، فإذا فرغت فامسح وجهك يعني بيديك، فامسح وجهك بيديك. هذا يعني الحديث مقتوى أنه يدعى الله عز وجل ببطون الأكف، لأن تكون البطون يعني متجهة إلى السماء، ولا تكون بالظهور. وقال في آخره فإذا فرغت فامسح وجهك يعني بيديك، فإذا فرغت فامسح وجهك بيديك. ولكن الحديث يرجم متروك وهو هشام بن حسان وغير ثابت، لكن الدعاء بظهور الأكف إنما جاء في الاستسقاء بأنها ترفع حتى تكون ظهورها إلى السماء، فهذا هو الذي ثبت أو مقتضى هذا الحديث، هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء فإن الأيدي تكون بطونها إلى السماء ولا تكون ظهورها. وهذا الحديث الذي جاء في الدعاء عموما بالظهور يعني بالبطون، حديث إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، ولا تدع بظهورهما يعني أن فيه هذا الرجل المتروك، ولكن الدعاء بالظهور جاء في موضع وهو صلاة دعاء الاستسقاء. وقضية مسح اليدين ومسح الوجه باليدين جاء في أحاديث متعددة، بعض أهل العلم قال إنه يقوي بعضها بعضا، ومنهم الحافظ بن حجر ذكر ذلك في بلوغ المرام، وغيره من العلم مثل الشيخ الإسلام تيمية وغيره فإنهم قالوا الحديث فيها ضعف شديد ولا تصل إلى حد أن يقوي بعضها بعضا. فالذي ينبغي أن الإنسان عندما يرفع يديه لا يمسح وجهه وإنما ينزلهما بدون مسح. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق رجعه بداود بن ماجه
عن عائذ ابن حبيب صدوق له النسائي بن ماجه. نعم. عن صالح بن حسان وهو متروك، أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي بن ماجه. نعم. عن محمد بن كعب بن القرظي وهو ثقة من أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبع المكفرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل أحسن الله إليك، المسح على الجسد عند الانتهاء من الدعاء ورد في بعض الأحاديث ما أدل عليه عند النوم، هذا عند الانتهاء من الدعاء. والله ما أعلم، ما أعلم في شيء، لا أدري. رفع اليدين عند الفراغ من دفن الميت للدعاء، والله ما نعلم شيء يثبت ولا 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 ينفي، يعني هذا مطلق، يعني له أن يرفع وله أن لا يرفع. ما معنى اسم الله المؤمن؟ المؤمن يعني قيل انه يعني المؤمن معنى المصدق، وقيل انه الذي يؤمن عباده من الخوف. يقول لي عند احد مال ولا يعطيني هذا القرض ترده الي، فهل لي ان ادعو عليه بالفقر والمرض او هذا اعتداء؟ هذا اعتداء، أقول هذا تجاوز، يعني من أجل شيء قليل يعني تريد أن يحصل له هذه الأمور الخطيرة، يعني يسأل الله عز وجل أن يوصل إلى حقك وأن ييسر لك وصول حقك، ولا تعتدي بمثل هذا الاعتداء في الدعاء. يقول عندنا في البلد يرفع الناس أيديهم بعد الانتهاء من المحاضرة أو الدرس والشيخ يدعو، فما حكم هذا العمل؟ يعني إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس بذلك، لأن ما في شيء يدل على إثباته ولا شيء يدل على منعه، لكن يكون يستمر عليه ويداوم عليه يعني يبدو أن هذا يعني ما ينبغي، لأن هذا يعني كأنه شيء مشروع. يقول هل ترفع اليدين عند الطواف؟ والله ما نعلم، ما نعلم شيء يدل على هذا، لأن الإنسان يعني الكعبة عن يساره، وكون الإنسان يعني يمشي وهو رافع يديه يعني في الطواف ما نعلم شيء يدل على هذا، يعني فالإنسان ينظر إلى طريقه ولا يرفع يديه وينشغل في يعني في يعني في شيء يشغله بحيث قد يصطدم بغيره. وكذلك بين الأذان والإقامة، الأمر في ذلك واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع، لأن هذا من الأمور المطلقة. بالأمس سئلتم عن دعاء اللهم أمرم لهذه الأمة أمر رشد وفيه يعز ويذل فيه أهل معصيتك. يقول بعض أهل العلم يقول كلنا أصحاب تقصير ومعصية، فهذا دعاء علينا ويذل فيه أهل معصيتك، لو قيل يهدى فيه أهل معصيتك. لا، أولا هل هو وارد أو غير وارد؟ أنا ما أدري، يعني هل ورد أو لم يرد، لكن كما هو معلوم أهل المعاصي يعني يكونهم يعزون، يعني لا يطلب لهم عزة، إنما يعني الأصل أن يكون يعني عندهم ذلة وقوة، إنما للطاعة، يعني لأن الإنسان يكون عاجزا بطاعة الله ويكون دليلا من معصية الله، ويكون دليلا من معصية، يعني عز الطاعة يرفع الإنسان وذل المعصية يخفض الإنسان، ومعنى يذل يعني أنه يعني ما يصل لهم قوة ولا يصل لهم شوكة، وإنما يعني يصيرون أذلة وهم أصحاب المعاصي. لكن بس الكلام هل يعني
يعني هل ورد في شيء يعني في ثبوته مثل هذا اللفظ؟ أنا ما أذكر. يقول: هل أرفع يدي يوم الجمعة في الجلسة بين الخطبتين؟ والله ما يعني ما نعلم يعني ما نعلم شيء يمنع هذا، ولا في الذي ورد في الخطبة الذي ورد يعني في الخطبة الإنسان لا يرفع يديه لا الإمام ولا المأموم إلا في الاستسقاء، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء. وأما بين الخطبتين يعني فله أن يدعو، ولا نعلم شيء يمنع يعني يدعو على الإنسان له أن يدعو، لكن هل يرفع يديه ولا يرفع يديه لا أعلم يعني شيء في هذا. وقد يكون رفع اليدين يجر إلى أن يعني يكون رافعا يديه عند مجيء الخطبة الثانية. يقول: كذلك هل لي أن أرفع اليدين وأنا صائم أو قبل الإفطار؟ له ما نعرف شيء يمنعه، لأن هذا من الأمور المطلقة، الأمور المطلقة له أن يرفع وله أن لا يرفع. يقول: نحن معتكفون في المسجد وقبل المغرب نقرأ الأذكار ثم نرفع أيدينا ويدعو واحد لنا وللإخوة. ما ينبغي هذا، ينبغي كل واحد يدعو لنفسه وله أن يرفع يديه وله أن لا يرفعها. أما كونه يعني يجتمعون واحد يدعو دعاء جماعي، كل واحد يدعو لنفسه. رفع اليدين في تحري آخر ساعة من الجمعة ما في بس إذا دعا الإنسان، هذا من الأمور المطلقة التي قلنا أن له أن يرفع له ولا يرفع. الدعاء الذي يحصل بعد كل صلاة كما تعلمون في كثير من البلدان يسألون عنه، يعني الدعاء الجماعي هذا ليس له أساس، ورفع اليدين أيضا ليس له أساس، وإنما كل يدعو لنفسه. يقول: كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ أرجو التوضيح بذكر الأمثلة. فمثلا لو قلت: اللهم ارزقني ولدا ذكرا، هل هذا من الاعتداء؟ لا، ليس من الاعتداء، ليس من الاعتداء. يعني كل إنسان يسأل يعني مثل ما جاء في الحديث، ويسأل من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني يدعو على إنسان يعني ظلمه بشيء أكبر، لأن الله تعالى يقول: إن عاقب من فعاقب مثل ما عاقبتم، يعني لا يزيد الإنسان، لأن الزيادة اعتداء. مثل السؤال الذي قال أنه يدعو على إنسان عنده له مال إن الله يفطره ويصيبه بالأمراض، هذا من الاعتداء في الدعاء. يقول: امرأة توفي ولدها فتخلت هذه الأم عن حصتها لأبناء ولدها. إيش أم توفي ولدها فتخلت هذه الأم عن حصتها لأبناء ولدها. حصتها؟ مات الولد وترك أما وأبناء، فالأم تخلت عن حصتها، قالت للأبناء. لكن تراجعت بعد فترة عن هبتها لأبناء ولدها، فهل يجوز استرجاع هذا المال؟ يعني قضية رجوع الوالد، رجوع الوالد فيما أعطى جاء ما يدل عليه، لكن الذي ينبغي الإنسان إذا أعطى أنه يعني يستمر في عطائه ولا يرجع، لا سيما إذا كانوا صغارا وهم بحاجة إلى الرعاية أو بحاجة إلى يعني المال الذي يستفيدون فيه. وإن رجعت فقد جاء ما يدل على جواز الرجوع في حق الوالد. يقول: والدي يأخذ الدين بشرط الربا ويفعل بعض البدع، فإذا تكلمت معه ونصحته دعا علي، فهل هذا الدعاء دعاء الوالد علي مستجاب؟ لا، ما يضرك إن شاء الله، لأنك أنت محسن وهو مسيء، أنت محسن في دعوتك إياه إلى الخير وفي دعوته إلى السلامة من الشرور، وهو مسيء في فعله الأمور المحرمة ومسيء في دعائه أيضا، لكن احرص على هدايته، لا تيأس ولا تفتر ولا تقصر، بل يعني كونك تعنى به ليسلم
من عذاب الله أعظم من لو حصل له حادث وأسرعت به إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته ومن أجل أن يكونه يعيش أو يحصل له يعني شفاء. هذا أعظم من هذا، لأن الهداية للصراط المستقيم هذه زاد الحياة الباقية. وأما يعني كونه تذهب إلى المستشفى هذا علاج لحياة باقية إن كان في الأجل فسحة، وإلا فإن ذات الذي هو الهداية هذا هو زاد الآخرة، وهذا هو الذي ينفع الإنسان في دنيا وفي آخرته. علي، هل يجوز للوالد للولد أن يطلب من والديه أن يدعو له؟ لا لا يجوز. إيش المعنى؟ يذكر من الأمثلة على الاعتداء في الدعاء ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: سمعت رجلا يقول في الدعاء: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا من الاعتداء. وآخر يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. هذا أيضا من العجائب، ومن العجائب أن هذا موجود في الورد علي القاري الحنفي. أنزل علينا مائدة؟ أي سبحان الله. يقول: يا شيخ، لي أخوات بدأنا بحفظ هذه الأسماء 99 طمعا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. والآن تبين أن هذه الأسماء لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا أقول لهن حتى لا يتوقفنا في حفظ الصحيح أو الثابت؟ كيف العمل معهن؟ يعني يشوف يعني الأسماء التي جمعت جمعها بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، يعني جمع يعني جملة منها وغيره كذلك. فيعني هذه الأسماء التي جاءت في حديث ضعيف هذه لا يشتغل بها الإنسان، لأن فيها أسماء غير ثابتة. أقول فيها أسماء غير ثابتة، ما في دليل يدل عليها، وإنما جاءت في حديث ضعيف الذي لا يثبت به اسم، لكن الذي جمعت من الآيات ومن الأحاديث هي التي الإنسان يجتهد في معرفتها، ويعني كونه يحفظها ويعرفها. وأما هذا الذي جاء في حديث ضعيف لا يشغل الإنسان به نفسه، لأن ما فيه مما لم يأتي في كتاب والسنة في غير هذا الحديث لا يعتبر ثابتا. فيها من أسماء الله النافع الضار، هل هذا ثابت الضار أسماء الله؟ ما أعلم يعني فيه شيء بهذا اللفظ، أقول ما أعرف، لكنه ورد أن وصف الله عز وجل بأنه ينفع ويضر. إذا دعا الوالد على ولده بهلاك من شدة الغضب فهل يستجاب للوالد؟ الله أعلم. يقول: عندنا شركة أدوية تعتمد في صناعة الأدوية على الأعشاب وهي مجربة ونافعة بإذن الله، هذه الشركة تجعل لمن يروج لها أدويتها من الأطباء نسبة من المال إذا بلغ عدد معين من النقاط، هل يجوز التعامل مع هذه الشركة؟ عندنا شركة أدوية تعتمد في صناعة الأدوية على الأعشاب وهي مجربة ونافعة بإذن الله، هذه الشركة تجعل لمن يروج لها أدويتها من الأطباء نسبة من المال إذا بلغ عدد معين من النقاط. يعني يبدو هذا غير جيد، لأن هذا يعني معناه أن الأطباء يعني إنما يعني يوجهون من أجل شيء حصلوه، من أجل شيء حصلوه، فإذا كان يعني يعرف أن هذا أحسن شيء فيعني ينبغي أنه يعني يوجه إليهم، لكن لا ينبغي أن يأخذ شيء في مقابل ذلك، لأن هذا قد يكون يعني من أسباب التوجيه إليها. لكن كونه إذا عرف أن جهة معينة هي أحسن شيء وأن هذا الدواء أفضل الأدوية فليوجه إليه، لكن لا ينبغي له أن يأخذ يعني في مقابل ذلك، لأن هذا قد يكون من قبيل
كون الإنسان يعطى شيء من أجل يفيد، تصير مصالح متبادلة، هو يفيد الشركة وهم يفيدونه. لو قال شخص اللهم أدخلنا من باب الريان هل هذا اعتداء؟ هذا يصوم، أقول يصوم ويلتج بالصيام ويدخل من باب الريان إن شاء الله. هل كونه ما يصوم ويدعو من باب الريان، يدعو يكون باب الريان يعني يصير يعني عمل بغير سلاح. حكم قول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، هذا لا يجوز، لا يجوز التوسل بالجاه ولا بالذوات ولا بالأشخاص، وإنما يتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك يتوسل إليه بعمل الإنسان الصالح كما في قصة الثلاثة وكما